اهلين، مين انت؟ هالصوت مو غريب علي. انا مروان بوابير يا بدر. شو بدك؟ ما عنا بوابير للتصليح. هلا هيك انا دايس بصوتك بترديني؟ والله حسب طلبك بنجاوبك. هلا هو مو طلب، هو سؤال بس. بعد امرك عم عصام بعد شوي. حاضر. قربي على الباب، شنو ما بدي علي صوتي. ما بيجوز، انت بعد لانه انا لا بجس لك ولا بتجس لي. بعد هاي بعدت. شو سؤالك؟ لك ليش هلا ما طلعتي؟ لمي؟ لجوزك، يعني قصدي عمي ابو عصام، عمي شوكات. ايوه، ومين قال لك رح طلقه؟ هاتي شو بدي اطلع وشوف شو عم يصير. على هذا البيت بالمعروف، يلا اطلع من غير ما ترد. يلا لك ما بدها. شو هاد؟ شو صاير؟ بوس ايدك عمي ابو عصام. شو صاير؟ صلي على النبي يا سيدي. اللهم صل عليك يا سيدي يا امير ابو محمد. ما بدها بعدها صاير شيء. تمام بدر، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله شباك. حسبي الله ونعم الوكيل. عود أمرك. ما انت مساكتها؟ أمرك. أختي، شو هذا الحكي اللي سمعته؟ مثل ما سمعت والله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا أختي، هذا الحكي ما بيجوز من الله، ما بيجوز. أنت بتعرفي وأنا بعرف وأم بدر بيعرف. أنا ما فت بهالقصة إلا حتى على مشكلته ومشكلتك سوا، مو نجيب مشاكل جديدة. الله يرضى عليكي يا لطيف. كش برا وبعيد، ليش المشاكل أبو عصام؟ ليش المشاكل ابن عمي؟ شو؟ سامع مرتك؟ سامع مرتك؟ أيوة، مرته مو مرتك. شفت؟ قالت مرتك. لا ترد على مرتك. والله اخترت والله حيرني. رد على مرتك ولا ما رد على مرتك؟ سمعني بقى. أمرك عم بسمع. لك أختي مشان الله، أنت ليش ما بدك تطليني؟ حتى يتربى جوزي. شفت ناقصك أنت كمان، بدها تربيك لك كمان. يلي بده يتحدى هي الحارة من هدى، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدى.